فيصل الأحمدي مسؤول لوجيستيك ديال ديكاتلون ماروك. اليوم هذا الحفل هو حفل ديال لانيفيرسير ديال ديكاتلون 25 سنة بالتواجد ديالها في المغرب من 1994، وديكاتلون موجودة في المغرب عن طريق واحد الوحدة ديالها ديال الإنتاج، إنتاج تكستيل ديال في المغرب. والمشروع ديال ديكاتلون تطور من 1994 الى يومنا هذا، اللي ولا كيجمع ما بين اللوجيستيك، ولا ان انتروبو دو 20 متر كاري في طونجيماد، ولات 13 مغازان. الوغ اول متجر ديال ديكاتلون كان في 2009، الحمد لله اليوم وصلنا ل 13، ومازال عندنا اهداف باش نطوروا مازال المشروع افيك دي زوفيرتور ديال 4 حتى 5 المتاجر سنويا. دونك المشروع ديال ديكاتلون في تطور ايجابي، الحمد لله اليوم وصلنا اكثر من 1000 سالاريي في ديكاتلون. صافي 25 ans il y avait quelques personnes qui travaillent les خدامين في ديكاتلون، الحمد لله اليوم وصلنا اكثر من 1000 سالاريي في ديكاتلون. الهدف الاساسي ديال ديكاتلون هو جعل الرياضه في متناول الجميع. دونك ديكاتلون كتجمع جميع الوسائل من لا كونسيبسيون ديال المنتوج حتى البيع ديالو والوصول ديالو للمتاجر ديال ديكاتلون، دو تيل فاسون باش تهبط لي كو دو برودكسيون، اي كوم سا حتى لو بري دو فونت ينزل. دونك اون في تو بور اوبتيميزي لا سبلاي شين دو برودوي من لا كونسيبسيون، يعني من ديزاين ديالو تو كوست، كون ابل سا ديزاين تو كوست، حتى الوصول ديالو في المتاجر ديال ديكاتلون باقل تكلفه. السلام عليكم، انا انقره مينا، كنتواجد اليوم كنحتفلوا بعيد الميلاد ديال ديكاتلون، وانا من متتبعي ديال مجله لاله مولاتي، وكيعجبوني البرامج ديالها، ودائما انا متواصله معاهم، ومرحبا بكم جميعا عندنا في هذا اليوم. واليوم كتواجد معنا لاله مولاتي في عيد ميلاد ديال ديكاتلون، وكنتمناو لاله مولاتي المزيد من العطاء. مرحبا بلاله مولاتي عندنا، برافو. ما تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي، وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.